أخبار اليوم. محمود كهربا الدقيقة الخامسة ثالث أهدافه، وكهربا بادئها بالفولت عالي الموسم اللي احنا فيه، يسجل النهارده جولين عشان يترجم بيهم إرادة لعيبة نادي الزمالك يلعب ضربة الجزاء في مواجهة مع الشناوي. فتح الله لاعب نادي الزمالك السابق والمحلة وطلائع الجيش، ركلة جزاء ممكن ترجع اللقاء لحلاوته مرة ثانية في الندية 2-0 غير 2-1. هنشوف محمود فتح الله واحمد الشناوي.